يا جماعة، في شيء تستمتع بيه الحواس الخمس كلها، الأكل. الأكل كان ضرورة للبقاء، لكن في العصر الروماني كانت إقامة الولائم جزء مهم من المناسبات الاجتماعية. كانوا يهتمون بتقديم العروض وتزيين المكان، وحتى طريقة تقديم وتزيين الأكل كان جزء من الترفيه. ومع الزمن تحول الأكل إلى فن، إلى فاين داينينج. الفاين داينينج مو بس يهدف للأكل اللذيذ، بل حتى التجربة اللي تعيشها وانت بتستلف تكون فريدة من نوعها. مطعم سكوتس من أقدم 5 مطاعم في لندن، وموجود من عام 1851، ومن أكله رحب بنجوم السينما والمشاهير على مدار عقود، مثل إيان فليمينغ كاتب جيمس بوند. سكوتس من أشهر مطاعم المأكولات البحرية في التاريخ. العلم والتكنولوجيا ساعدوا بشكل كبير في تطوير تجربة الفاين داينينج. في إبيزا إسبانيا، مطعم سبليموشن يمزج بين مهارات الطبخ والتكنولوجيا، مثل 3D Mapping والVR، لتجربة شبيهة بالخيال العلمي. وبما أن أجواءنا الحين خرافية، جبنا لكم أنواع الفود تروكس. بس نبدا سريع عن الفود تروكس. طبعاً العربات تستخدم من العصور الإغريقية والرومانية. في الخمسينات ظهرت الآيس كريم تروك، وفي عام 1974 راول مارتينيز حول الآيس كريم تروك إلى تاكو تروك، ومن هنا انتشرت الفود تروكس بكل أنواعها. في 2016 صدر أول ترخيص فود تروكس في السعودية، وبما أن تكاليف تشغيل الفود تروك أقل 70% من تشغيل المطاعم، اعتبرها البعض حل اقتصادي وجذري لمشكلة إيجار المحلات المرتفعة. وكل فود تروك ولها تجربتها الخاصة، وزي ما موسم الرياض جاب لكم مطاعم مشهورة وعالمية زي سبليموشن وسكوتس، جاب لكم كمان فود تروكس عشان تعيشون تجربة الأكل بأجواءها المختلفة والمميزة.